على فكرة، على المذيعين والمذيعات الخوف من فقدان عملهم عم تسألوا ليه؟ أنا رح أخبركن. فقد اخترعت شركة يابانية روبوت سمتها إيريكا، وقررت إحدى القنوات التلفزيونية اليابانية توظيفها لتقديم الأخبار على شاشتها بشهر نيسان المقبل. وبحسب مبتكر الروبوت البروفيسور الياباني هيروشي إيشيوجورو، وهو مدير مختبر الروبوتات بجامعة أوسكا اليابانية، فقال إنه زود إيريكا بأحدث برامج الذكاء الاصطناعي لتقرأ الأخبار حتى وإنه بتشعر بالخبر وكأنها ضمير إنساني. وعلى الرغم من إنه ما في يتحرك ذراعيها، إلا إنها بتستجيب بعينيها للمؤثرات الخارجية وبتتبع حركة من يعمل معها بغرفة الأخبار. فهل يا ترى رح تصير الروبوتات محل البشر بكل الوظائف؟ ما حدا بيعرف. باي.